دعا محافظ حضرموت مبخوت ماضي إلى أهمية استمرار العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي وامتحانات مراحل التعليم الأساسي والثانوي وفقا والخريطة التعليمية المقررة والمطالبة بحقوق واستحقاقات المعلم وفق النظام والقانون وبما لا يخل بالعملية التعليمية في المحافظة. جاء ذلك خلال ترأسه بمشاركة وزير التربية والتعليم طارق العكبري عبر تقنية الزوم لقاء تشاوري لقيادتي مكتبي وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لمناقشة سبل عودة استقرار العملية التعليمية في حضرموت. وأكدت السلطة المحلية على إيجاد الحلول والرفع بالمقترحات والتصورات بمشاركة النقابات التعليمية بما يضمن كرامة المعلم واستمرار العملية التعليمية في المحافظة. وأوصى اللقاء بتشكيل لجنة لمتابعة كل ما يتعلق بمطالب المعلمين مع السلطتين المحلية والمركزية والعمل مع الاتحاد العام للنقابات في المحافظة والمكاتب التنفيذية المختصة وبإشراف من قيادة السلطة المحلية في تصحيح ما يمكن تصحيحه وفقا للإمكانات المتاحة ومتابعة التسويات الوظيفية ووضع تصور لهيكل الأجور ومرتبات بما يتوافق مع مستوى الوضع المعيشي ودخل الفرد لضمان الحد الأدنى من حقوق الموظف والمتعاقد.